بعث رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة حلول العام الهجري الجديد. وأعرب رئيس مجلس الشيوخ عن أمله أن يعيد الله هذه المناسبة الغالية على الرئيس السيسي ومصر والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات، داعيا الله عز وجل أن يوفق الرئيس السيسي لاستكمال مسيرة التنمية والبناء وتحقيق ما يرجوه شعب مصر العظيم من رفعة وتقدم في ظل قيادته الحكيمة.